تعتبر الاسواق الرمضانية واحدة من ابرز مظاهر الشهر الرمضان الفضيل في العديد من الدول العربية والاسلامية، وتشهد مدينة جيبوتي حركة تجارية لافتة وإقبالا كبيرا على المنتجات والحلويات والمرطبات التي يكثر استهلاكها في هذا الشهر الفضيل ويزداد الطلب عليها، إقبال كبير وحركة لافتة خلال شهر المبارك من قبل الجيبوتيين لشراء مختلف من المواد الغذائية ما يتعلق بالإفطار والمواد الغذائية الأخرى وتوفير الخضار والفواكه وتزيين المنازل إضافة إلى الأدوات المطبخية عدد كبير من المجتمع الجيبوتي يقوم بتسوق المنتجات الخاصة بشهر رمضان المبارك من المحلات التجارية والمولات مما تسهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن الجيبوتي تشهد الأسواق والمحلات التجارية والمولات هذه الأيام حركة نشطة وذلك قبل الشهر الكريم رمضان من قبل المستهلكين على المواد الغذائيه والسلع الاستهلاكيه متسوقون انهم وجدوا ما يحتاجون من السلع الغذائيه الاساسيه بوفره وباسعار مناسبه لافتين الى ان مشترياتهم تنوعت في المواد الاساسيه وايضا العصائر والثمر انا من بائعي الحبحب او البطيخ كانت هذه الفاكهه تاتي سابقا من ارض الصومال القريبه لنا وكانت الاسعار منخفضه جدا ومناسبه ولكن الان تصلنا من اماكن بعيده من إثيوبيا لذا فقد ارتفع سعرها قليلا على ما كانت عليه في السابق فنبيع الكيلو الواحد 150 فرنك جيبوتي بينما يبيع البعض الاخر من 180 الى 200 فرنك جيبوتي ونرجو لكافه المسلمين رمضان المبارك أتمنى لجميع المتابعين لهذا البرنامج رمضان المبارك، وندعو الله أن يتقبل منا الصيام والأعمال الصالحات، ومن ثم نشكر الله تعالى أن بلغنا ووفقنا بصيام هذا الشهر المبارك الذي تزداد فيه حركة التجارة، وخاصة تجارة الفواكه والخضروات. أن نحن اليوم نشتري الفواكه وتحديدا ما يعرف بالحبحب لاننا نتناول هذه الفاكهه دائما في وقت الافطار ونتمنى لجميع المواطنين وكافه الامه الاسلاميه قاطبه رمضان المبارك. وبالنسبه للمشتروات للناس في الجيبوتيان هنا في جيبوتي الحمد لله المشتروات يشتروا البضاعه عاديا كله زي ما الاول لكن في الوقت الحالي في مناسبة شهر رمضان يتم الإقبال الزيادة على شراء السكر الدقيق الروز البسطة للأساسيات وكمان في مع يدخل في المنتجات اللبنية الكستر البورش بكافة أنواعه قوى منه العلب موجود هنا ويدخل فيه كمان الشراب بكافة أنواعه الفستر الكنز زمزم اللبن البودر بكافه انواعه الكبار الوسطاني قال لبن بقر لبن حلوه كافه الانواع لبن بركه كمان يدخل كمان في المشتروات التمر هذا الاساسيات وبالنسبه للاقبال الشراء بالنسبه يعني 70 ل 80% يزيد على المنتج الاول يعني يكون كثافه الانتاج للاشتراك كميه كبيره وبالنسبه للسامان السامان موفر كامل الحمد لله السامة الموجودة والأسعار ثابتة والإقبال ما شاء الله كذي ما تشوف من الساعة سبعة نبدأ نروح الساعة واحدة في الليل وكمان شهر مبارك عليكم جميع إن شاء الله يصف أصحاب المحال حركة التجارية في خلال شهر رمضان الفضيلة نلاحظ خلال شهر رمضان المبارك إقبالا مضطردا من قبل المواطنين والزبائن فيما يتعلق بشراء المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لهذا الشهر المبارك حيث تزيد عملية استهلاك المواطنين بالمؤن الغذائية وتشهد حركة التجارة في غضون هذا الشهر حيوية غير مسبوقة وأنتيز هذه السانحة ليقدم خالص التهاني لرئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جلي وعقيلتي سيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضر محمود حيد كما أقدم خالص التهاني لمالك مركز سعد التجاري وشكراً